إن الحمد لله نحمده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم لك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة ولا ولد، سبحانه رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بلا مدد، وخلق الإنسان من ماء جمد، وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. أشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشف الله تعالى بك الغمة، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمي العربي الأمين وعلى أزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، الجمال في خلق الله وفي كون الله وفي صنع الله آية دالة على حكمة الله وعلى عظمة الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. وعندما نتحدث عن الجمال في الإسلام ونرجع إلى المرجع الأول والمصدر الأول للتشريع وهو القرآن الكريم، نجد أن القرآن تحدث عن الجمال في 8 آيات قرآنية صريحة، كما جاءت بعد ذلك السنة وأفاضت في هذا الحديث كلاما طويلا. الجمال في خلق الله، في الدابة التي يركبها المؤمن، عندما يقول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال.
حين تريحون وحين تسرحون. هذه الدابة المطية التي ينظر إليها الإنسان رغم أنها بهيمة عجماء خلقها الله لنا وجملها وزينها، نأكل من لحومها ونشرب من ألبانها ونستدفئ ونسكن من في بأصوافها وأوبارها، ورغم ذلك نراها جميلة ولكم فيها جمال حين تريحون، أي وأنتم جالسون تنظرون إليها، وأنتم وحين تسرحون أي وأنتم ترتحلون وتنتقلون تجدونها جميلة، لأنها آية وعلامة دالة على قدرة الله. لذلك قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا جمال في صنع الله، الجمال في الصبر عند المحنة وعند المصيبة، وجاء ذلك عندما تآمر إخوة يوسف على أخيهم وأخذوه وحاولوا الخلاص منه، وجاءوا إلى أبيهم بحيلة، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر الجميل يختلف عن الصبر غير الجميل. الصبر الجميل لا شكوى فيه إلا لله. الصبر الجميل لا جزع فيه من أمر الله. الصبر الجميل فيه رضا عن حكمة الله، أي أن الصابر لا يشكو الله لخلق الله ولا يجزع ولا يهلع، لأنه يصبر صبرا جميلا. فالمؤمن عندما يفقد ولده أو زوجه أو عزيزا عليه، عليه أن يصبر صبرا جميلا، أي لحكمة الله ولأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال يعقوب لأبنائه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي لا أشكو إلى الله ولا أتحدث إلا مع الله. ولذلك قال في آية أخرى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكانت من حيلتهم أنهم عندما تخلصوا من أخيهم جاءوا بقميصه، ثيابه التي كان يلبسها، وأخذوا سخلة وقيل عنزة وقيل غزالة فذبحوها ولطخوا القميص بدمها، ثم وضعوا القميص بين يدي أبيهم ليدخلوا عليه حيلتهم. فأمسك نبي الله يعقوب بالقميص وأخذ يقلبه فوضعه على أنفه، قال: ما أجد هذه رائحة دم يوسف. ثم قلبه فقال: أحقا أكله الذئب؟ قالوا: نعم. قال: إنه ذئب حكيم، كيف يأكل ولدي من غير أن يمزق ثوبه وأن يقطع قميصه؟ إنه ذئب رحيم، رحيم بالقميص وليس رحيم بيوسف، كيف يأكله؟ وكانوا في طريقهم قد اقتادوا ذئبا اصطادوه من أرض مصر ووضعوه بين يدي أبيهم، وقالوا: هذا هو الذئب الذي أكل ولدك وخلص وجوده من حولنا وما كنا نقصد ذلك.
قال أيها الذئب، وذكرت التوراة أن الله أنطق له الذئب، قال أيها الذئب أحقا أكلت يوسف؟ قال والذي بعثك بالحق نبيا لم أرى له لونا ولم أهشم له عظما أو أخدش له لحما أو أنتف له شعرا، ووالله إن الله حرم علينا معاشر الذئاب والوحوش أن نأكل أجساد الأنبياء والصالحين. وهذه حكمة الله فينا. فنظر إليهم ثانية وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. أخي المؤمن، الصبر الجميل عندما تبتلى بمن يؤذيك أو يضرك أو يسفه عليك أو يجهل عليك، عليك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له الله في شأن كفار قريش: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الذي لا سباب فيه ولا شتائم فيه ولا سفاهة فيه، فليس هذا بخلق للمسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. كذلك علم الله تعالى نبيه محمدا عندما يهجر وإذا أراد أن يتصالح وأن يتودد وأن يتقارب، فعليه أن يصفح الصفح الجميل. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اعفوا عنهم يا محمد العفو الجميل. والصفح الجميل عندما يتصالح المسلم مع مؤمن قد خاصمه أو هجره، الصفح الجميل ألا يعنفه ولا يعاتبه ولا يقبح صورته ولا يقول له قلت كذا وكذا وكذا، ولا يقول له أحزنني وأغضبني منك كذا وكذا وكذا، بل يصفح الصفح الجميل. فهذا هو الجمال في الإسلام. أيها الأحبة، الإسلام دين الجمال، فالجمال من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي أخرجه السيوطي في جامعه الصغير من طريق أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويكره البؤس والتباؤس. وليس معنى إن الله جميل يحب الجمال أي أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة جميلة جملها الله أو مليحة أو قوامها كذا وكذا ثم يحملق ويدقق ويقول إن الله جميل يحب الجمال، نقول له هي كلمة حق أريد بها باطل. فالجمال جمال باطني وجمال ظاهري وجمال فعلي. الجمال الباطني هو جمال في داخل الإنسان يكمن في أن نفسه طيبة راضية آمنة، قلبه لا يحمل لأحد غش
ولا حسد ولا ضغينة ولا كراهية. هذا جمال باطني يمتلئ القلب فيه بالرضا عن الله وعن حب الله، فلا يدخله شيء من هذه الصفات المقبوحة المرذولة. أما الجمال الظاهري أن يتوج المرء نفسه بالصبر، بالحلم، بالعفة، بكظم الغيظ، بحفظ اللسان عن أذى الناس، بالتنزه عن الكلام في أعراض الناس، هذا جمال ظاهري يظهر في تعامل المرء مع غيره، ألا يخرج من لسانه ولا من فمه إلا كل قول طيب. وكان لقمان الحكيم رجلا أسودا قاتم السواد، وإذا به يجلس مع أحد الملوك فيقول له: يا لقمان اذهب واذبح شاة واعتني بأطيب ما فيها. فذهب وذبح شاة، ثم أتى بالقلب واللسان، ثم قال له: اذهب واذبح شاة أخرى واعتني بأخبث ما فيها. فذهب وذبح شاة وأتى بالقلب واللسان، فقال: طلبت منك أطيب ما في الشاة فجئتني بالقلب واللسان، وطلبت منك أخبث ما في الشاة فجئتني بالقلب واللسان. قال: إنهما أطيب شيء إذا طابا، أي إذا كان القلب فيه حب وإيمان ورضا وود للآخرين، وإذا خرج من اللسان كلام رقيق، كلام حسن، كلام جميل، فهما أطيب شيء. وإذا كان القلب فيه ضغينة وكراهية وغل وحسد فهو خبيث، وإذا خرج من اللسان كلاما خبيثا فاحشا فهو خبيث بما يخرج منه. قال له الملك: يا لقمان، إنك رجل أسود، إنك رجل أسود ولو سوادك خاتم. قال: إن هذا الجسم الأسود بداخله قلب أبيض. قال له: إن شفتيك غليظتين كشفتي البعير. قال: لكنهما يخرج منهما كلام طيب رقيق، كلام حسن، لا أؤذي أحد، لا أضجر مني أحد، وهذا جمال. أيها الأحبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة ورأى ما وهبه الله سبحانه وتعالى من خلقة ومن جمال، قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اجعل خلق، رغم أنه قد قال له الله: وإنك لعلى خلق عظيم، ورغم ذلك يطلب من الله تعالى أن يحسن خلقه أحسن وأجمل مما كان عليه، طلبا للزيادة في الخير. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ومثل طيب. أيها الأحبة، الإسلام يحض على الجمال، الجمال الفعلي. قلنا عندنا جمال ظاهري وجمال باطني، أما جمال الفعل إتقان الصنعة، إتقان العمل، تجويد ما يخرجه وما ينتجه الإسلام المرء المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الشريف: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ومعنى يتقنه يحسنه، يزينه، يجمله. لماذا؟ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان جيدا.
سيدنا إبراهيم عندما طلب الله منه أن يرفع قواعد البيت الحرام كان بإمكانه أن يكتفي بأن يرفع إلى ما تنتهي إليه ذراعيه، ولكن عندما طال البناء وأراد أن يرفعه أتى بالحجر ليرفع البناء لأنه يريد أن يحسن صنعته وأن يحسن بنيانه لأنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فجمال الفعل تزيين الفعل، جمال العمل تجويد العمل، جمال العمل إتقان الصنعة حتى تتقدم الأمم وترتقي الشعوب ويستغني المرء بكسبه عن مد يده إلى غيره كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. للمرء عندما يتزوج أن يختار امرأة جميلة حسنة ذات حسب ونسب وأصول. لماذا؟ لأنها أرض سيضع فيها البذرة لتخرج النبات الصالح وهو الولد والذرية. ففي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وليس معنى أن تكون المرأة جميلة أن يجمع المرء أصدقاءه وأقاربه وعائلته ويقول انظروا أهي جميلة أم لا. هذا خطأ، وهذا داع من دواعي الزنا، زنا النظر. بل يجب أن تكون جميلة عندك أنت، جميلة في عينيك أنت، في نظرك أنت، جميلة لك أنت. لا يشترط أن تكون جميلة عند الآخرين، ولكنها جميلة عندك لأنها ستغض طرفك، لأنها ستعف فرجك، لأنها ستكون أمينة على سرك، ستصون عرضك. فهنا الإسلام له مقاييس وله معايير، فيجب على المرء أن يقف عندها وأن يحتد بحدودها. أيها الأحبة، إذا كان الإسلام قد علمنا وحضنا على حسن الاختيار للزوجة المؤمنة الجميلة، إلا أنه قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي لا تجعل مقياس الزواج هو النظر إلى الشكل الظاهري فقط، بل عليك أن تتعمق في أصول دينها ودين أسرتها ودين حسبها ونسبها. فإن النبي قد قال تخيروا لنطفكم فإن أبناءكم وبناتكم يكونوا على أشباه أخوالهم وخالاتهم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الإسلام علمنا إذا أحسننا الاختيار في الزواج وقدرت أن تنتهي الحياة الزوجية، فعند الطلاق وعند الفراق أن نسرح سراحا جميلا، أي أن نفارق فراقا جميلا. فلقد قال الله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي أطلقكن وأفارقكن طلاقا بالمعروف ومفارقة بالمعروف. كيف يطلق الإنسان طلاقا جميلا؟ يطلق الإنسان طلاقا جميلا ويفارق فراقا جميلا ويسرح سراحا جميلا عندما
يعطيها كامل حقوقها، وعندما يفارقها من غير أن يقبح في أبيها أو أمها أو أخيها أو عرضها، وعندما يطلقها من غير سذاب أو لعان أو شتائم أو محاكم توسع الفجوة بينهما، ويكون الطلاق طلاقا جميلا عندما يعطيها ما قدر لها من نفقة ومتعة وسكن، وأن لا يعضلها في ولدها ولا تعضلوهن، وهذا نص القرآن، أي لا تضيقوا عليهن ولا تعذوهن في مالهن ولا أولادهن ولا أهلهن، لقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا هو الفراق الجميل. ونزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، ولنا في رسول الله قدوة يعلمنا الله في شخص النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن هذه الآية نزلت عندما اجتمعت نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التسع، وطلبنا منه النفقة، طلبنا منه أن يلبسنا الذهب والحرير وأن يتمتعنا وأن يتلذذنا بأطيب وأشهى الأطعمة والمأكولات، أخوة بنساء كسرى وقيصر ورسول الله بل والرسل جميعا حياتهم حياة تقشف وزهد وقناعة ورضا وصبر وقرب من الله. إذن زوجات الأنبياء يجب أن تكون على شاكلة الأنبياء. فلما ضيقت النسوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر وأكثرنا عليه من الطلب، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن شهرا. ومعنى آل منهن شهرا أي هجرهن شهرا كاملا، لم يدخل على واحدة منهن. ولما انقضى الشهر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، خاض القوم أي الصحابة وهم بالمسجد وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، وذاع الأمر بينهم. فدخل عمر رضي الله عنه وقال للقوم: ماذا بكم؟ قالوا: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فاستأذن عمر ودخل على رسول الله حجرته فلم يؤذن له فجلس، ثم حاول أن يستأذن فلم يؤذن له فجلس، ثم رجع في الثالثة فأذن له، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال له: لا صلى الله عليه وسلم، لا. قال: يا رسول الله، أأخرج وأخبر القوم؟ قال: إن شئت فافعل. فخرج عمر فأخبر القوم، ثم قال: الحمد لله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. أيها الأحبة، وماذا كان يضير لو طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه؟ إن بيوت النبي تسع، أي أزواجه تسع، ولو طلقهن في كلمة واحدة وقال كلكن طالق لكانت فجيعتهن قوية والمصيبة شديدة، وربما يقتدي بعض الصحابة برسول الله
صلى الله عليه وسلم. والأصل في الإسلام أن يمسك الرجل على أهله ولا يفارقها ولا يطلقها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، وهذا هو الإسلام. وحتى إذا أتت بفاحشة مبينة فالإسلام أمر أن يكون الصراح صراحا جميلا، فإن وزرها وعارها سيحمله أهلها، أخوها أو أبوها أو غيرها، ويتبرأ منه زوجها. أيها الأحبة، إن الله خلق الإنسان جميلا، بل ذكره بذلك عندما قال له: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ خلقك من العدم، لم تكن موجودة، فسواك، جعلك معتدل القامة، لم يجعلك تمشي على أربع كالحيوانات أو تمشي على بطنك كالزواحف، فعدلك، لم يجعلك تأكل بفمك كالحيوانات، بل جعل لك يدا تأكل بها، تقطع بها، تنظف بها. وهذا من جمال الله في خلقته وفي صنعه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أجمل صورة وأحسن منظر، حتى ورد أن أحد الملوك كان يحب إحدى زوجاته، وكان شديد الغيرة عليها مفرطا في تلك الغيرة، إلى أن جلس إلى جوارها ذات ليلة، وكانت لها عنده طلقة واحدة، أي طلقها طلقتين، وكانت لها طلقة، فقال وجلس معها في ليلة مقبرة، القمر فيها في أكمل صورته، فنظر إليها وقال: والله إنك عندي أجمل من هذا القمر، وأحسن من هذا القمر، ولو قال لي عالم أو شيخ أو شخص غير ذلك فأنت طالق. وكانت الطلقة الثالثة. فجمعوا العلماء والفقهاء، فأفتى جميعهم أن القمر أجمل وأحسن، وهي صارت بذلك محرمة عليه، حتى ضاقت الدنيا به، فجيء له بأصغر عالم وأصغر تلميذ، وكان آخر واحد في هؤلاء العلماء، فقال له: إن ما ذكرت أمرا مقبولا وليس فيه غضاضة، وامرأتك زوجة شرعية لك، ولا تعد هذه طلقة ولا تحتسب لك طلقة. فقالوا: كيف؟ قال: لقد قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولم يقل: ولقد خلقنا القمر في أحسن تقويم. فهي زوجته وليست بطالق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على عباده الطيبين الطاهرين الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الأمي العربي الأمين، صاحب القدر العظيم وصاحب الخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى ذريته ومن نهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما أجمل أن يتجمل المؤمن بالحلم، وأن يتجمل بالصبر، وأن يتجمل بأن يحسن العمل، وأن يتجمل
بأن يحسن التعامل مع الآخرين. فالله تعالى قد قال للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وما أجمل أن نتذكر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما اتهمت بالإفك وطالت محنتها واشتد كربها وبلاؤها، ثم فرج الله عنها وخاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله منه وتوبي إلى الله فإن الله يقبل توبة من تاب. قالت: والله لا أقول لك إلا كما قال يعقوب لبنيه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. صبرت ولم تتكلم ولم تدافع عن نفسها أو تذب عن عرضها، لأنها تؤمن أن الصبر الجميل له عاقبة عظيمة عند الله. أسأل الله أن يتوجنا بالحلم وأن يخلقنا بالعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، الذين هم تحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.